السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، امركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي تكون احوالكم كامله بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، نهار جديد وفيديو جديد. حق هذا الفيديو اليوم البنات ماشي فلوغ، ماشي روتين ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم مشتريات ديالي من اكسيون، لان كنعرفكم كيعجبكم بحال هاد لي فيديو هادو. وكيف ما عودتكم كنشارك معكم بزاف د الحوايج اللي تقدروا تستافدوا منهم وكيعجبوكم. كيف ما انا كيعجبني بحال هكا نشوف جديد اكسيون، الحويجات اللي جدادين، الحويجات اللي دارجين على الموضه. فلهذا غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله هاد المشتريات. بصراحه اكسيون فيه واحد الحاجه اللي كتكوني انتيا زعما غتمشي له، غمحدده واحد البيدجي اللي غادي تقسطي في اكسيون. وملي كتوصلي كتلقاي بزاف د الحوايج اللي فريمون كتلقيهم بواحد الثمن رخيص وكيعجبكم وكيعجبوكم، يعني حويجات مزيونين دارجين على الموضه، وبالمقارنه مع محلات اخرين كتلقاي الثمن ديالهم رخيص، فلهذا كيجذبوك كتكحليها. حق ماشي مشكل الحويجات اللي زوينين ونبدلو بهم النفسيه. وهذا بالنسبه اليوم خديت شي حويجات هكا ديال الديكور، وخديت شي حويجات اخرين هكذا للدار الكوزينه هكذا. المهم قبل ما نبداو لا فيديو البنات، ما تنساوش دعموني بواحد لايك، ولا كنتي اول مره كتشوفي القناه وعجبك المحتوى طبعا ما تنسايش تابوناي في الزر الاحمر اللي كيكون في الاسفل، تكي على ابوني وما تنسايش تكي على الجرس باش هكذا غتوصلي بجديد القناه. المهم ان شاء الله غنبداو لا فيديو على بركه الله. المهم اول حاجه البنات اللي خديت من اكسيون، خديت هاد المخده البنات، ما عرفتش كيبان لكم مزيان، اللي كيجيو على هاد الشكل هذا، كيجيو اللون ديالهم في الذهبي صراحه عجبوني، فنيونين. حتى هاد الديكور اللي عاملين فيهم هكذا عجبوني، التوب ديالهم كيجي هكذا يعني بحال المبره، وكيجيو من هنايا على هاد الشكل هذا، كيجيو شويه كبارين على هاد الشكل. هادو البنات خديتهم ب4 الاورو و95، كيجيو هكذا معمرين، ما تحتاجش تشري ليهم العماره وعاد زعما عاد الغشه ديالهم من على برا. المهم كيجيو هكا على هاد الشكل. المهم هادو خديت منهم جوج على هاد الشكل. المهم على بالنسبه للصالون بغيت ندخل فيه هاد البيج هذا، حيت كيعجبني هاد اللون ودارج على الموضه كيف ما كتعرفوا البنات. وبالنسبه للمخدات في اكسيون البنات راه كتلقاوهم رخاصين في محل اخر بحال هاد المخدات هكذا ومعمرين، غتلقيهم بثمن اللي زايد. هاد الشيء علاش قلت لكم اكسيون كيزعمنا بزاف. المهم كانوا هادو كما قلت لكم خديتهم ب 10 الاورو، بجوج بيهم الثمن ديالهم رخيص، بلاصه اخرى غناخذ وحده ب 10 الاورو. حاجه اخرى اللي خليتها البنات واللي من جديد اكسيون هي هاد القنيدلات هادو البنات، اللي كيجيو على هاد الشكل. هادو حمقوني البنات، مازال الباب هذا ديالهم. المهم كيجيو على هاد الشكل هذا، المهم الكبير واقيلا كيدير 5 الاورو كنظن، والصغير كيدير واقيلا 3 الاورو 99، ما عقلتش على الثمن بالضبط، ولكن المهم كيجيو على هاد الشكل، عرفتش كيبانوا لكم مزيان. هادو من جديد اكسيون، يعني ديكور اللي غزال وبثمن رخيص البنات. كيف ما قلت لكم راه تقدروا تلقاوه بحالو في محل اخر، ولكن غتلقاوه بثمن اللي يعني غالي غالي بصح. انا لقيت في واحد البلاصه واحد المحل كنت شاركته معكم دويره فيه ديال هكا الديكورات، لقيت بحال هذا الشيء، يعني ماشي بحالو نيشان ولكن بحال هكذا، لقيتهم الثمن ديالهم غالي بزاف، يعني بحال هذا تقدر تلقاه ب 20 الاورو يعني اكثر. مهم هادو كيجيو هكذا على هاد الشكل. خديت منهم، خديت انا جوج وماما حتى هي خدات منهم جوج وماما خدات جوج. هانتوما كيجيو فنيونين، كاينين في هاد الكولور هذا في الذهبي، وكاينين حتى في الفضي، حتى هو زويون بالحق. الذهبي انا تيراني كثر، ولكن فاش مشيت راه ما لقيتش الفضي، لقيت غير هادو ربعه اللي لقيناهم، ماما هزات جوج وانا جوج، يعني ما كاينش منهم كثر صراحة. عجبوني. الأخرى اللي خديتها البنات هي هاد الحاملة هادي اللي كتجي على هاد الشكل هذا، كتبان لكم مزيان، حتى هي اللون ديالها ذهبي. هادي مزيونة البنات، هادي تقدروا تستعملوها كديكور اللي كيجي على هاد الشكل هذا، وتقدروا تستعملوها هكذا التقديم، تقدموا فيها مقبلات لي كاب كيك، تقدروا تقدموا فيها بحال هكا لي سوشي، أي حاجة. المهم راه كتجي على هاد الشكل، كتنزل عندها الرجيلات. انا لقيتهم في بزاف ديال المواقع في انستغرام، ولكن لقيتهم باثمنه غاليين بزاف، ولكن في اكسيون ديري لا 6 الاورو و99، الثمن ديالها مناسب. مهم حاجه اخرى اللي خديتها البنات هي هذه،
هاد القريعه هادي اللي كنتي على هاد الشكل هذا كتجي مزيونه بصراحه. كيجيو هما والحامله ديالهم كتجي في الذهبي اولا في الكحيحل. انا ما عنديش ما لقيتهاش، لقيت غير الكحله عندي مستعملاها. وكما البنات كيقدروا تديو هكذا في لي بوفيه، في الطبيله ديالكم، في كوزينه تقدروا تقدموا فيهم عصائر، لان هادو كيجيو صغارين ماشي دلما، وتقدروا تنزلوهم هكذا في الطبيله مع الحامله ديالهم، كيجيو زوينين عجبوني ان شاء الله. لقيت الحامله في الذهبي غناخذها، لان الكحله ما عجبتنيش ما جاتش معاهم، استعملتها في حاجه اخرى. صافي هذه قلت لكم البنات، هذه الثمن ديالها شي 4 الاورو و99، يعني ثمن مزيان رخيص، كتجي هكذا في الذهبي حتى هي. قلت لكم البنات حاجه اخرى اللي خديت واللي عجبتني ومن جديد اكسيون، هما هاد السوينيات هادو البنات، صراحه كيجيو كيحمقوا. هانتوما كتشوفوا جاوا على هذا الشكل هذا، كيجيو فيهم ثلاثه والثمن ديالهم رخيص الا خديتيهم هكذا بثلاثه، اما الا خديتي كل وحده بوحده الثمن ديالهم كيتبدل. انا ما كنتش عارفه هكذا حتى رجعت لاكسيون مره اخرى، عاد باش عرفت بان الا خديتي كل وحده بوحده راه الثمن ديالهم كيزيد شويه، كيزيد تقريبا واقيلا شي 3 الاورو ولا 2 الاورو. المهم كيجيو على هذا الشكل ثلاثه، كيجيو في الذهبي وكيجيو في النقري. المهم عجبني هاد، انا عجبني الذهبي ديالهم صراحه، جا احسن من النقري هذا. مهم هذا هو الصغير فيهم، ولكن راه ماشي صغير، راه ما شاء الله راه كبير. وكيجي اخر هو هذا، حتى هو كيجي مصط، وعاد كيجي هذا الكبير هذا، هذا راه ما شاء الله راه كبير، ديال الضياف وديال المهم تقدروا تقدموا فيهم الحلويات، تقدروا سوينيات اتاي، تقدروا تعملوا فيهم اي حاجه، تقدروا تقدموا فيهم بسطيله حتى هي تجي زوينه، علاش لا. كيجيو على هذا الشكل هذا، هادو الثمن ديالهم البنات كنظن 10 الاورو كنظن. المهم ما غاليينش بزاف، في ثلاثه بيهم بهذا الثمن هذا راه ما غتلقيهمش في بلاصه اخرى. حاجه اخرى اللي خديت هي هاد لي سوبلا هادو، اللي صراحه كانوا عاجبيني، لقيتهم في ميزون دي موند، يعني لقيت وحده كدير واقيلا شي 7 الاورو ولا 8 في ميزون دي موند، ولكن في اكسيون بنات راهم رخاصين. وحده ب3 الاورو خديت من هاد الذهبي هذا، خديت منهم واقيلا 6 عندي في ساق اخر. كيجيو زوينين البنات الصراحه، كيجيو راقيين، كيعطيو للمائده ديالك واحد المنظر اللي راقي فريمون راقي. حاجه اخرى اللي خديت هي هادو كانوا عندي منهم البنات، الا شفتوا معايا في نفسهم كانوا عندي منهم، كنت خديتهم في رمضان، كنت خديت غير 4 لان ما كنتش لقيت منهم، لقيت الكماله ديالهم. واكسيون نتوما كتعرفوا يعني خصك كل مره تمشي الا بغيتي، بحال هكا لقيتي شي حاجه وبغيتي تكملي راه خصك كل مره تمشي باش تكمليها. صافي ومن بعد ملي لقيتهم كانوا خاصيني جوج، صافي وخديتهم حتى هما نفس الثمن، يعني باش كملت 6. انا كيعجبني نشري هكذا من الحاجه، يا 6 يا 8، يا الا كانت شي حاجه هكذا هكا للضياف ولا كنحاول ناخذ منها 12 الفوق. صافي مهم، وهذا اللون هذا، وخديت لون اخر حتى هو فيهم اللي كيجي زويون البنات، هو الاسود. الاسود البنات راه كيعطي واحد المنظر للمائده ديالكم كيحمق صراحه. هما كاملين اللوينات ديالها كاملين مزيونين، حتى هما نفس الثمن يعني 3 الاورو للوحده. الاسود خديت منهم 6 حتى هما، وخديت حتى لون اخر بلاتي نجبدو سمحوا، وخديت منهم حتى هاد اللون هذا البنات، شوفوا شحال كيحمق، يعني اللوينات فيهم فنين، يعني كتبدلي بهم في المائده هكذا للضيوف باش ما تطلع لكش في راسك حتى نتيا، اولا حل راسك حتى نتيا ولوليداتك، علاش لا نستمتعوا حنايا وملي يجيو الضيوف حتى هما على راسنا نمتعوهم معنا. المهم خديت هاد اللوين هذا منهم حتى هو اللي كيجي على هذا الشكل النقري هذا، المهم انا نوريهم لكم كاملين بهم باش تشوفوا الالوان ديالهم كيفاش كيبان ملي باش تعرفوا المقارنه ديالهم بالنسبه للناس اللي ما عارفينهمش. صافي المهم بالنسبه للوينات البنات راه هما هادو، بالنسبه للوينات البنات راه هما هادو اللوينات ديالهم، شوفوا لي اللوينات كيفاش كيبانوا فنين الصراحه، الذهبي الزريرق الاسود والفضي او النقري هذا فنيونين كيحمقوا. حاجه اخرى اللي خديتها البنات وحتى هي من جديد اكسيون هي هاد الديفيزور هذا البنات، هذا عجبني الصراحه وشفته في بزاف د البلايص والثمن ديالو كان زايد، ولقيته في اكسيون يعني الثمن ديالو مزيان مناسب. الثمن ديالو البنات جا 16 اورو وقيلة و99، هذا هو الثمن ديالو 16 اورو 99. غنوريه لكم كيف كيجي من الداخل،
هذا جابوه حتى هو من الجديد يعني في هذه السيمانه هذه. المهم كيجي على هذا الشكل هذا، كتحيد له هذا طبعا صافي. وهنا كتعملي فيه عنده هذا شارجور ديالو، كتعملي الزيوت هنايا وشويه الماء، ضروري الماء ما يمكنش ديريه بلا ماء راكم عارفين. وكتعملي الزيوت اللي المعطره، انا غنوريهم لكم حتى ما خديت منهم صافي. وكتشعليه كيبقى يعطي هنايا، كيبقى يشعل هنا، كيشعلوا الديوان بحال هكذا، انا نوريكم بحال هكذا شفتوه، ها هما شاعلين كيبقى يشعل، ومن بعد كيبقى يخرج لافابور من هنا نتوما عارفين. المهم جا على هاد الشكل هذا صراحه فنيون، عجبني وراقي ويمشي مع الديكورات اللي عندي انا يعني في الذهبي. جابوا فيه جوج الالوان البنات، اللون الخشبي وهذا اللون هذا الذهبي. المهم هادو هما الزيوت المعطره اللي خديت مع الديفيزور، كيجيو على هذا الشكل هذا، بجوج بهم مزيونين. هذا بالنكهه او برائحه الخزامه، ريحه الخزامه كتعجبني وكتجيني حتى كتعقم الدار هكذا، وكتعقم اللي كان هكا شنيوله ولا هذا. المهم كتحيدهم وكتعقم الدار من الفيروسات. وهذا ديال على طرف لساني ما بغاش يخرج لي الاسم ديالو، مهم غزال حتى هو. مهم كانوا بزاف ديال الانواع، انا خديت غير جوج، الثمن ديالهم كان 85 سنتيم، وما شاء الله راه فيهم 50 مليلتر. غزال هذا البنات، غزالي يعني يديو شحال. مهم حاجه اخرى اللي خديت من اكسيون هي هذه بصراحه كنت محتاجاها بزاف وكتنفع بزاف البنات، بالنسبه للبنات اللي ما عارفينهاش ولا ما كيستعملوهاش او لا عندهم في الدار ما كيستعملوهاش، فشي حاجه اللي ضروريه بالنسبه لي انا كانت عندي، كانوا عندي منها جوج وصافي ما بقاوش عندي ملي كنت رحلت. وكل مره كنت كنقول غنمشي لاكسيون نجيبها، ما كنتش كنتصادف معاها، وهاد المره لقيتها، الثمن ديالها رخيص. هذه كتعاون بزاف البنات هكا في الاعشاب اللي كنشري، اولا في بحال هكا الخاص، النعناع، الربيع، بحال هكا كامل بالزربه يعني كتقطرو لك وما كيخسرش. اما ملي كنبقاو كنضربو فيه هكذا راه كامل كيتهرس وكيكحل. هذه كتنفع وبالزربه يعني جوج دورات هانتيا من الشفا الربيع. المهم حاجه اخرى اللي خديت من اكسيون هي هذا معجون الاسنان، هذا سانسوداين، هذا قلبته. المهم هذا سانسوداين، المهم كيكون في بلايص اخرين الثمن ديالو زايد، هذا ديال الفحم، وهنا في اكسيون الثمن ديالو شويه رخيص، واقيلا شي 2 الاورو و69 بحال هكذا، ولكن في محلات اخرين الثمن ديالو زايد شويه، كيوصل حتى 4 الاورو. المهم خديتوه بصراحه اول مره غادي نجرب هذا النوع هذا ديال الفحم صافي. حاجه اخرى اللي خديت اللي كناخذها دائما وكتسولوني عليها البنات هي هذا ملح الهيمالايا. البنات البلاصه الوحيده اللي لقيت فيها ملح الهيمالايا رخيص هو اكسيون، في بلايص اخرين كنتلاقاها ولكن كتكون غاليه، كتكون 3 الاورو الفوق وشي حاجه قليله، ماشي شي حاجه كثيره. بالنسبه لاكسيون اورو 99 البنات، وكتديو هذه كامله، راه ما شاء الله راه فيها واقيلا شي 500 غرام، 390 غرام فيها 390 غرام، وسهله يعني مع هذه ديالها نتوما عارفين كيفاش كتستعمل، الثمن ديالها كيكون رخيص. حاجه اخرى اللي خديتها البنات من اكسيون هو هذا المنتوج هذا، ما عرفتش واش كتستعملوه نتوما بالنسبه للبنات اللي عندهم لا ماشين ديال القهوه، ما عرفتش واش كتستعملوه، انا اول مره شفتو في اكسيون وخديتو لا ماشين اللي عندي انا. هذا بنات كيحيد الكالكير اللي كيكون في الماكينه لداخل وكيخنقها د القهوه وكيبقى ينزل مع القهوه. المهم هذا بحال كينقيها من الداخل، ما عرفتش واش عنده شي افيكاس ولا والو. المهم انا اول مره غنجربو، انا كنستعمل البنات غير الخل، الخل البنات راه خطير بالنسبه للكالكير، فين ما كان استعملوه راه كينقي الماكينه ولا اي حاجه عندكم كينقيها، حتى ديك البريق ضد الضوء اللي كنستعملو في الكوزينه، سمحوا لي اللي كنستعملو في الكوزينه البريق ضد الضوء، حتى هو غير الخل البنات راه كيعطيه دقه. المهم انا قلت غنستعمل هذا نشوفو، يمكن يكون افيكاس اكثر من الخل، ونرد عليكم البنات اللي مستعملينه يردوا عليا واش سبق لهم استعملوه واش مزيانه ولا لا.
المهم البنات كانوا هادو هما المشتريات ديالي اللي خديت ليهم اكسيون اللي قلت نشاركهم معكم. صافي هذا مكان. المهم عندي مشتريات اخرين اللي خديتهم حتى هما من اكسيون، ولكن ما بغيتش نديرهم في هذا الفيديو هذا لان الفيديو غادي يجيكم طويل. اللهم كل مره نديرو شويه باش هكذا تستافدوا. غادي نقسم هاد المشتريات على جوج ديال لي فيديو، ما يجيش الفيديو طويل وممل. غادي نضرب لكم موعد قريب ان شاء الله في فيديو قادم، غادي نقول لكم السلام عليكم، بوسه كبيره لكم.